حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. يسر ناس يظنوا اللي هما بفلوسهم يعملوا اللي يحبوا. صحيح الفلوس تعمل طريق في البحر، لكن المشاعر والعواطف والأحاسيس ما تتشارش بالفلوس. لا بل من نجموش نسميوها مشاعر وعواطف إذا دخلت فيها الفلوس والمساومات. كذلك تلقى ياسر ناس يظنوا، وخصوصا في الرجال، يظنوا أن واجبه مع زوجته يتمثل فقط في توفير الماديات من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، وهذا مش صحيح، لأن الحياة الزوجية تبنى على التفاهم، تبنى على الاحترام، والدوم بالمشاعر والانسجام. ياسر ناس أيضا كيف يجي واحد يخطبهم في بنية ما ينظرولوش هو كإنسان، بل ينظروله كمادة، يعني اشني داره، اشنو مصواره. وساعات الدار والمصوار يغرروا ببنادم. مهم يحكيوا على تاجر كبير مكسب طفل واحد. نهار من الأيام ندى عليه وقال له: وليدي أنا توا كبرت، واللي مضى أكثر من اللي مازال. وليدي كيف ما ترى هالثروة هذه راني ما صورتها كان بحروق الدم، استحفظ عليها وزيد عليها ورد بالك من خلطة أصحاب السوء، وزادش اكتب له من ربي في هالدنيا ومشى على روحه. وشد هكا الولد جرت بوه وصنعت بوه لا يعايروه. طال عليه الوقت حس بالوحدة والوحشة، ولو عمل له حيّة صاحبه زاد صحي باخر، وحيّة يجيبه حيّة، وصار يظهر البرة، وبشوية بشوية دماء ولا مسكين. الليل يعدي في السهريات وما تابعها، وفي النهار راقد على وصل وضنه، وهو يصرف من هيك الثروة على أصحابه وأحبابه. وجبت ما ترد، جبال تتهد، وفات الفلوس، وباع اللي قدامه اللي قفاه، وولى على بساط الفقر. قال نمشي لأصحابي. امشي لهم واحد واحد، اللي يجي يقول له يا فلان من قبل ما يكمل يقول له الله ينوب. بغدت حرق ندم، لكن ما عاد ما يفيد الندم، حرق الشر. تمشي للسوق يلقاش شكون يعطيه حق خبزة. دخل السوق يشوف في حظبة، خذيته ساقه دخل في الحظبة، وإذا به الدلال يدلل على جارية آية من آيات الله في الحسن والجمال، والناس تزيد فيها بالعشر ريالات. وثم راجل كبير مصيش لا خلق لا خلق، أما هو مركنت ياسر، يزيد فيها بالمئة ريال، حتى طاح عليه السوم بألف ريال. لكن التاجر اللي جاب يبيع فيها عاهدها باش ما يبيعها كان للي ترضى به. قرب لها الدلال وقال لها: أي بنتيه، طاح السوم على هالراجل بألف ريال. قالت ما نحبوش. زاد هيك الراجل في السوق على بالفين ثلاثة، ما حبتش توافق. الدليل قال لها: ملا يا بنتي، اشكون يعجبك في هاللي واقفين الكل؟ شارت مصباحها لهيك ولد التاجر اللي جاي يلوج باش يستقاط. جه الدليل قال له: خذها. تحك بينه وبين روحه وقال له: ما خصنا مشنوق كان مكلة الحلوة دي، حتى نلقانا باش نقوم روحي. قال له: يا ولدي مانيش شاري. هيك الجارية عرفته شهم وكريم، غير بس خلى به الوقت. جات قربته وقالت له: خذني وما تندمش، ومدت له صرة بالفلوس. قالت له: خلص البايع ونعيش معاك إن شاء الله على الخبز والماء. إيش بدك الراجل دفع الفليسات وتعدل الشهود، كتب عليها صداق، وقام ودخل بها الدار. تلقاها سقف وقاعة. جبت عندها 100 ريال، قالت له: امشي شري لي 100 رق ماش حرير، وكب خيط وسمسم وسلطاني وكل ما يلزم للطريزة، وشرينا ما يكتب من ربي الماكلتنا. مشى شرى لها محبة عليه، وتوكلت على الله تطرز وتبيع، وبدا الخير يدز ويبيتها في شان، يصبحها في شان، وهو عظيم الشان.
يرجع علمنا وخبرنا لهيك التاجر اللي عطى فيها سوم مغرض ومرض تشبيه، قعدت في قلبه حمصة وبدا يستخبر عليها من هون لهون حتى عرفها وين ساكنة. نهار من الأيام تنكر في هاي الطالب وجاء دق عليها الباب. خرج له رجلها، تفضل يا بابا. قال له جيعان حويجة ناكلها. خليك الراجل على نيته، خرج له شكتب من ربي. كلا شوية ومنها قال له شريبة ماء، هيك مش يجيب له في الماء. وسي وخينا يجبد عنده طرف بنج حطه في الماكلة مشيرة اللي مقابلته. جاب له مولا الدار الماء شرب، ومنها قال له انتي ظهر عليك أصلك كبير ياسر، وان كان هو المحل محلك والطعام طعامك، اما لو كان تقعد تاكل معايا. ثناسي وخينا ركبته وبدا ياكل، وحديثنا ما يبطاش خرخط النوم ورقد. وفي الحين يدخل يجري لهك المرأة، عرفته اي قال لها انت ما رضيتش بيا وخليتني ضحكة، لو اشتا وشكون يفكك مني. ويتم قايمها بالغصب ودخل بها عنده قصر يشيب فيه ولد الرضيع، وكلف بها بعض جواريه، لكن هيك المرأة ولد ما تعرف كان يبكى. كانك من راجلها يجبدها متقول نهارين وهو راقد، ومنها فاق ما لقاش مرته، تخلو خرج في الحلة. مراته مرة كبيرة سألته على غيرته، حكي لها على كل شيء. قالت له ما دامك انت معاها هكا حتى هي راهي كيفك ولا أزيد، ومع قدرة ربي نلقاها لك. ومن عنده مشيت عبيت صرب الدبش فيه شوية دبغة وشوية لوبان وسواك، وبدأت تدور على أساس بياعة حتى جابتها ساقها قدام القصر اللي فيه المرأة. ندوا عليها الجواري، تم الداخلة وبداوا يتفرجوا ويقيسوا. لفتت تلقى فيهم واحدة دموحة شرطان طول عرفتها، خلاتهم يتفرجوا ويزيدوا ينقصوا. وقربت لها وقالت لها أنا جاي لوجع عليك، والليلة عقاب الليل يجي راجلك يهرب بيك. ومشيت هيك العزوزة وقالت الراجلها، اشهق بالفرحة بعض لمات. طاح الليل مشى تركن بحث القصر حتى تبات الرجل، طال عليه الوقت خذته عينه بشوية وجاي سارق متعدي من قدام القصر. طلت هي من القصر في الظلام تحسبه راجلها، خرجت له وركبت قفاها على الحصان. وهيك السارق حاير في العجب، ومنها اداها بحث أمه مرة كبيرة ووصاها عليها تهربشي، وكانك منها هي عارفت روحها حصلت. هيك الرجل عود خرج على روحه، وهي بدأت تبكي وتنوح، وحكيت لهيك العزوزة غريبتها. قلت لها بنيتي ما عليك كان تلبس لبسة رجال وتهرب ومعك ربي. وكان نعمل لهكك تنقفت وخرجت سايحة في بر ربي، برة تمشي برة تمشي حتى دخلت البلاد. اللي عرضها الأول قال الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا، هي تزيد تتقدم والناس تبايع الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. داروا بيها ما يعرف شيء، دخلوا القصر قالوا لها وما يحسبوها راجل هي متنكرة، احنا سبرنا اذا مات السلطان اللي يدخل في الصباح الاول نردوه سلطان علينا، كما قلنا هو يحسبوها راجل. وحطوا على راسها التاج وصار السلطان لهيك البلاد. كانت من راجلها اللي بنج الطالب ما فاق كان ما ضربت فيه الشمس، عودت تنكس وتخلوا خرج في الحلة من جديد، وصار يلوج عليها من بلاد لبلاد حتى جابته الرمية للبلاد اللي صارت تحكم فيها. وكانك منها هي زادة ما حبتش تبرد لها نار على راجلها، ومنها قالت لازم ننتقم من اللي عملوا فيها العمايل هذه. وصدرت أمر باش في اليوم الفلاني الرجال الكل متاع البلاد يفطروا عند السلطان، وتنصبت الحمامر وقعد السلطان مصدر في الوسط، وبدأت الناس سرب سرب وهي تتميقل فيهم واحد واحد. هي هكك وهكا غريمها الأول اللي خطفها من دارها جات العين في العين، عرفته وهو ما عرفهاش، أذنت باش يخرجوه من وسط الناس ويرميوها في الحبس. شهير آخر وعودت وليمة أخرى، وبدأت الناس جاية وهي تشوف فيهم واحد واحد حتى تجي كف وغرزة، وهي وهكا السارق اللي خطفها من القصر جبدته على شيرة وأذنت باش يترمى في الحبس. راس الشهر الثالث قالت هالعادة هذه ما نبطلهاش، وولات كل راس شهر تعمل وليمة. رجلها ولا داخل خارج في الحلة جيعان عريان، نهار متعدي من قدام القصر
وكان نهارتها موعد الوليمة. تم داخل هي راتو وهي شاقت فرد شاقة ومنها شدت روحها وآمرت بشاك الراجل ينظفوه ويكسيوه ويوكلوه بالباهي وفي الليل تحب تقابله. في الحين دخلوا الحمام تمكنوا بيه زوز طيابة خرجوه كيف الشمعة حجموله فوحوه كساوه كسوة من القايمة للذبابة وكلوه شهاوه وهو حاير في العجب. الليل ليل وهما قالوا له سيدنا يحب يقابلك على انفراد. عجب السلطان يحب يقابلني لأني أنا شكون؟ هيا دخلوا على السلطان وبداسي السلطان يبحث فيه من هون لهون وحكاله سيخينا على غريبته كيف عرفت وتأكدت من محبته وإخلاصه. نحات التاج وعريت على وجهه وقالت له وتو عرفتنيشي وشهق فرتشهقة كان الروح تخرج بذن ملاها قال فلانة وكبشوا في كرومة بعضهم. هاي قتلوا توا هما يراهم يعرفوني راجل وما يعرفونيش مراء وانا اللي يعنيني لا مال ولا سلطان وما حاجتي كان بيك. ورجعت لبست التاج وناديت على كاتب السر قلت له انا خارج في مأمورية تهم السلطنة وممكن نبطى شوية نحبك تنوبني في غيابي. وقامت ما يلزمها من مال ورجعت هي وراجلها لبلادهم ودخلوا لدويرتهم وتهناوا. قال لها راجلها نحبك قلي كيفاش تسلم في هيك القصر وتسلم في كرسي السلطنة واتبعني انا راجل ما عندي شيء. ضحكت وقالت له يخي ما تعرفش كيف قالوا يرحمهم كل شيء بالسيف كان المحبة بالكيف. وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.